بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم بنستكمل محاضرات الانبعاثات الغازيه وهنتكلم النهارده على سالفر اوكسايد. سالفر اوكسايد للاس او اكس فورميشن. هنتكلم على السالفر ايميشنز كنترول يوزنج هيوميديفيكيشن بروسيس. هنتكلم على تاثير التمبريتشر على الاس او 3 ريموفال. اول حاجه سالفر اوكسايد فورميشنز SOX ازاي بيتكون اكاسيد الكبريت. يبقى SOX are formed due to one of more of the following. اول حاجه هاي فليم تمبريتشر، اذا كان عندي درجه حراره لهب عاليه. حاجه ثانيه لونج ريزيدنس تايم ديورينج كومباشن، لو عندي ريزيدنس تايم بياخد وقت طويل اثناء عمليه الاحتراق. Existing of oxygen and sulfur atoms together. طبيعي إن يكون عندي ذرات أكسجين وذرات كبريت هيتكون الـ SOX. الفويل contains sulfur atoms. لو أنا عندي الوقود بيحتوي على عناصر كبريت. The following factors play roles in SO3 formations. العوامل الآتية دي هتكون أو تشكل دور رئيسي في عملية تكون الـ SO3 اللي هو ثالث أكسيد الكبريت. اول حاجه السالفر كونتينت اون ذا فول، اذا كان الفول بيحتوي على زي ما قلنا بيحتوي على كبريت. اكزيس اير، اذا كان عندي كميه هواء زياده في التفاعل. فلو جاز تمبريتشر، درجه حراره الغازات اللي موجوده عندنا. ريزيدنس تايم، الوقت اللي بيستغرق زمان وقت الاقامه، وده ات سيرتن تمبريتشر في رينج معين. ماونت اند ديستريبيوشن اوف كاتاليتيك ميتال اوكسايدز، لو انا عندي فيه بعض العوامل المساعده اللي بتساعد على عمليه الاكسده. تايب اند اماونت اوف اديتيفز، كميه ونوع المواد اللي ممكن نضيفها للوقود اللي عندنا اثناء التفاعل. فلما بنقول برضو انه الفورميشنز بتاع الاس او اكس هي عمليه تفاعل كيميائي بين ذرات كبريت وذرات اكسجين، يبقى السلفر اوكسيد اس او ار فورمد فروم كومباشن فويل كونتيننج سلفر. The two major are sulfur dioxide ثاني أكسيد الكبريت and sulfur trioxide ثالث أكسيد الكبريت. عندي العنصرين المهمين يطلعوا عندي يا إما SO2 يا إما SO3، وده بينتج نتيجة تفاعل. يبقى السلفر in fuel react with oxygen from SO2 or SO3 as follows. يبقى ذرات كبريت مع أكسجين بيديني ثاني أكسيد الكبريت. ثاني اكسيد الكبريت مع ذرات اكسجين زياده بيديني SO3، ولذلك احنا قلنا في البدايه ان الـ SO3 بيتكون مع وجود اكسس اير، لان يكون في فرصه يكون عندي اكسجين اكتر هيأكسد ثاني اكسيد الكبريت الى ثالث اكسيد الكبريت. الـ SO3 has great affinity for waters and appears as sulfuric acid. طبعا الـ SO3 ده لو عندي زي ما نشوف مطر نازل اي كميه ميه موجوده بيقدر يتحول الى حمض الكبريتيك. اكتر من 500 درجه سالفريك اسيد ديسوشيت almost completely into sulfur trioxide and water. يبقى لما درجه الحراره بتزيد اكتر من 500 بيرجع تاني يتحلل اللي هو حمض الكبريتيك الى ثالث اكسيد الكبريت وميه مره اخرى. طيب ما نيجي نشوف تاثير التمبريتشر على تكون السوكس، على تكون السوكس. فبنلاقي ان السوكس الـ SO2 decrease with increasing steam biomass ratio from 1.5 الى 2.5. طبعا احنا زي ما هنشوف لما بنيجي بنضخ ستيم على الوقود بيطلع عندنا بعض الريشيو اللي بنتكلم عليها، فبنلاقي انه السمك بيقل اذا كانت الستيم للبايوماس للكتلة الحيوية ريشيو من 1.5 إلى 2.5. at 1.5 maximum SO3 is 300 particulate per meter. يعني لو جيت عند ريشيو 1.5 بلاقي إنه نسب الكبريت تكون أو ثاني أكسيد الكبريت تكون في حدود 300 particulate per meter في 18 دقيقة of gasifactions process and then decreased الى 125 particulate per meter. At 2 the value reaches to 197 particulate meter at 18 minutes
يعني الكلام ده موجود على الكيرفات عندنا اهو عند 18 مينتس، بيتكلم الكيرف الاولاني اللي هو دايره وفيها نقطه يمثل 1.5، الكيرف المربع بيمثل 2، والكيرف المربع وفيه شرطه سوداء بيمثل 2.5. For low temperature and high SP ratio with CO2 absorbent SO3 reduced from catalytic steam gasification، وده اسم البلانك كيرنل شيل. يبقى احنا عندنا هنا اهو هتلاحظ انه على الكيرف لو انت مسكت الكلام اللي احنا قلناه، لما بتزيد عندنا مع التايم بلاقي انه النسب بتبتدي تقترب من بعضها. الافكت اوف اكسجين، تاثير الاكسجين والتمبريتشر على تكون ثاني اكسيد الكبريت، وده عندنا بيدينا تاثير الاكسجين الفيجر الاولاني، والفيجر الثاني بيدي تاثير الاير فايرنج تمبريتشر. بنلاحظ انه الاس او 2 ايميشن انكريز ويز تمبريتشر فور بوث اير اند او اكس واي فايرنج كومباشن، يعني بالنسبه للاثنين عندنا تأثير الفايرنج وتأثير الأكسجين بيكون بيزداد عندنا مع زيادة التمبريتشر، وده واضح من المنحنيات الموجودة قدامنا. Lower emission at lower temperature are due to higher sulfur temperatures by ashes and sulfur particles are not complete burned. يبقى بنقول إن إحنا عندنا الانبعاثات بتقل عند اللور تمبريتشر نتيجة ان انا عندي الاشز بيلتقط بعض السلفرز الهرماد، ونتيجة انه الاحتراق نوت كومبليت. لما نيجي نشوف تأثير الاكسجين والتمبريتشر على الاس او 3، انه الاس او 2 سوري الاس او 2 اميشنز بارتيكوليت بير ماتر من 2 ل 4 مرات هاير ديورينج او اكس واي فايرنج كومباشن. يبقى بنقول ان احنا عندنا الانبعاثات من 2 ل 4 مرات خلال الاو اكس واي فايرنج كومباشن. الانكريز اس او 2 كونسنتريشنز ان اوكسجين فايرنج كيس كود انهانس ذا ابيليتي اوف اس او 2 removal by fly ashes. ال SO2 emissions is lower in oxygen firing combustion in terms as MS. وزي ما احنا شفنا ال SO emissions في عندنا الفيجرز اللي اتكلمنا عليها، وده مقارنة بين ال air fuel وبين ال oxy fuel. ان شاء الله المحاضرة القادمة نستكمل باقي الانبعاثات الغازية.